كل الأسواق والأوساط المالية في العالم كانت منتظرة محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، واللي بيكشف بشكل كبير طريقة تفكير صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بأسعار الفايدة على الدولار. وفي وقت كان بيأمل فيه البعض بتخلي الفيدرالي عن سياسته التشددية فيما يتعلق برفع سعر الفايدة ومنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ما ثبت سعر الفايدة في اجتماعه الأخير في سبتمبر، صدر من ساعات محضر الفيدرالي واللي حمل صدمة هتعمل قلبان في العالم كله وهتخلي الأسعار تروح في حتة تانية، وهيكون ليها تأثير كبير جدا على سعر الدولار وعلى سوق الذهب. فيا ترى إيه اللي قاله محضر الفيدرالي وإيه تأثيره على مصير الفايدة في آخر اجتماعين في 2023 وكمان في السنة اللي جاية؟ بانكير، نبض البنوك. في مفاجأة من العيار الثقيل، صدر محضر اجتماع الفيدرالي عن شهر سبتمبر وكشف بشكل واضح عن تفضيل غالبية أعضاء الفيدرالي لرفع أسعار الفايدة الأمريكية مرة تانية من مستويات 5.5% اللي اتفقوا على تثبيتها في الاجتماع الأخير، رغم أن معظم التوقعات كانت بتقول مش هيكون في رفع للفايدة تانية على الأقل لحد نهاية السنة دي. وخلونا نقول لحضراتكم في الأول الآراء اللي توافق عليها غالبية أعضاء الفيدرالي في اجتماعهم قبل اجتماع نوفمبر لحسم مصير أسعار الفايدة. معظم اللي حضروا الاجتماع شايفين إن حال السياسة النقدية في الفترة القادمة بيتسم بالضبابية ولازم يتم اتخاذ قرارات حسب البيانات والتقارير مش حسب سياسة مسبقة، يعني بالبلدي كده ما ينفعش نقول هنثبت الفايدة وإحنا لسه ما شفناش التقارير الجديدة الخاصة بطلبات البطالة والإعانة وبيانات التضخم وغيرها من الحاجات اللي بيتم بناء عليها حسم مصير أسعار الفايدة. كمان معظم الأعضاء شايفين تزايد مخاطر ارتفاع معدل البطالة الأمريكي، لكن في الوقت نفسه قللوا من مخاطر التأثير على النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب السياسة النقدية الحالية. غالبية الأعضاء لسه بيؤيدوا ضرورة التخوف من التضخم والارتداد المحتمل لمؤشر أسعار المستهلكين وغيره من بيانات التضخم، وبيقولوا إن مستويات التضخم كانت شديدة الارتفاع وفي حاجة لقرارات حاسمة لكبح جماح التضخم. اجتماع الفيدرالي شهد خلاف كبير ما بين وجهات النظر ما بين فريقين. الأول شايف إن خلاص أسعار الفايدة وصلت ذروتها وإن لازم الفيدرالي يهدي الدنيا شوية ويوقف جنون الفايدة. فريق تاني شايف إن لسه الأوضاع ما استقرتش ولازم الفيدرالي لا يتسرع في قرارات ممكن يكون ليها خطورة كبيرة جدا في التعامل مع التطورات اللي بتحصل كل شوية في سوق العمل الأمريكي. ورغم وجهتين النظر دول إلا إن في اتفاق ما بين الفريقين على إن أسعار الفايدة لازم تفضل مرتفعة لحد اللحظة اللي يكون فيها المسؤولين مقتنعين بأن التضخم في طريقه للوصول لهدف البنك المركزي البالغ 2%. وأغلبية المشاركين في الاجتماع بيعتقدوا إن زيادة واحدة إضافية في معدلات الفايدة المستهدفة بموجب الفيدرالي هتكون مناسبة في اجتماع مستقبلي، بينما رأي الآخرين إنه ممكن ما تكونش في حاجة لمزيد من الزيادات. بتشير بيانات التضخم خصوصا فيما يتعلق بتوقعات المستقبل عموما لتحقيق تقدم فيما يتعلق بهدف البنك المركزي البالغ 2% على الرغم من وجود بعض الانحرافات الزمنيه. ويوم الاربعاء اللي فات اعلن الفيدرالي تلقي اخبار سيئه بشان التضخم بعد ما كشفت وزاره العمل ان مؤشر اسعار المنتجين هو مؤشر للتضخم على مستوى الجمله ارتفع بنسبه 5.1% في سبتمبر، وعلى الرغم من ان الرقم ده كان اقل من رقم اغسطس الا انه تجاوز توقعات وول ستريت ورفع معدل مؤشر اسعار المنتجين على مدى 12 شهر 2.2%، وده أعلى مستوى من إبريل وأعلى من هدف التضخم السنوي البالغ 2% المستهدف من الفيدرالي. ومن المتوقع أن مؤشر أسعار المستهلكين اللي هيصدر النهاردة هيصدر تضخم رئيسي بنسبة 3.6% في سبتمبر وتضخم أساسي يستثنى الأغذية والطاقة بنسبة 4.1%. ورغم لهجة بيان محضر اجتماع الفيدرالي التشددية إلا أن ردة فعل السوق على البيان ما كانتش قوية، وده بسبب وجود العديد من المؤثرات والاضطرابات اللي غيرت من الموقف الاقتصادي الأمريكي وأهمها العدوان الإسرائيلي على أهل غزة وتجدد الصراع في الشرق الأوسط من جديد، وده ساهم طبعا في عودة بعض المخاوف الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والسلع وكمان ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية واللي بتقدم دعم لا محدود وغير مشروط لدولة الكيان الصهيوني. وبسبب الإعلان عن نوايا الفيدرالي وإمكانية رفع الفايدة الأمريكية من جديد مع التوترات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، متوقع ارتفاع كبير في أسعار كتير من السلع خصوصاً أسعار المواد البترولية والحبوب، متوقع أنها تزيد، وكمان الذهب هيرتفع بشكل ملحوظ لأن الناس هتروح ليه باعتباره ملاذ آمن في الأوقات اللي زي دي. هنتابع مع حضراتكم كل المستجدات اللي جاية لحظة بلحظة. أنا أشرف أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.